طيب معايا ايضا عبر الهاتف الان الكابتن حسني فتحي لاعب المقاصه والزمالك السابق. كابتن حسني مساء الخير والبقاء لله. كابتن كريم، ازي حضرتك؟ البقاء قدام لله، ومعزي نفسي ومعزيكم ومعزي مصر كلها والله في وفاه الكابتن ابو جلال. الواحد في صدمه كبيره جدا جدا جدا. انا مش مستوعب. انا في التمرين من الساعه 2 الظهر لما سمعت الخبر بعد التمرين، مش عارف اروح والله، مش عارف اروح فين، مش مصدق لسه، مش مستوعب والله العظيم اللي حصل. بعزي الكابتن اسلام عادل، عارف مع حضرتك النهارده، وبقول له البقاء لله والدوام لله. لله كابتن حسني. اكيد يا كابتن حسني عشت مواقف عظيمه كثيره مع الكابتن ايهاب جلال، لو تتذكر منها شيء. والله يا كابتن، الواحد عاش عمره كله مع الكابتن ايهاب جلال اللي مربيني يعتبر، وصاحب فضل كبير عليا. لسه النهارده قبل التمرين المحاضره كلها كانت يعتبر شبه على كلام الكابتن ايهاب، ان ازاي علمني وازاي رباني وازاي زرع فيا ان انا ابقى لعيب كويس وابقى لعيب راجل، وكتير حاجات كتيره جدا جدا قبل الكلام ده طبعا. وبقيت اقول لهم النهارده ربنا يشفيه ويعافيه. ما اعرفش سبحان الله اني بعد المحاضره مباشره اول ما نزلت الملعب فوجئت بالخبر الصادم ده في اثناء التدريب. والله يا كابتن كريم، الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه. حاجه مؤسفه جدا اللي بيحصل على السوشيال ميديا، زي ما الكابتن اسلام عادل اتكلم في الكلام ده، بنستخدمها استخدام خاطئ تماما تماما. الراجل اتعرض لضغوط لا تعد ولا تحصى من ايام منتخب مصر، بعد من ايام نادي الزمالك لما مسك في نادي الزمالك، وبعدها لما مسك منتخب مصر، وفتره نادي الاسماعيلي الفتره الاخيره دي. الكل يعلم النهارده لو في فيديو كده دقيقتين لكابتن ايهاب بعد نهايه المباراه، اخر مباراه ليه في كاس مصر، لو تشوف الفيديو حاجه تحس ان في حاجه مش طبيعيه في الكابتن ايهاب. مش ممكن، اخر فتره كان يعني شويه عصبي من الضغوط اللي عليه. ف الواحد مش عارف يقول ايه والله يا كابتن كريم. الواحد في حاله يعني يحسد عليها، يعني ربنا يصبرنا كلنا عليه والله العظيم. كابتن حسني فتحي انا بشكرك شكرا جزيلا والبقاء لله.